تمام. الناس كلها خلاص كده شايفين ال ماي ديسكتوب. اوكي دكتور. تمام. بصوا يا شباب، احنا طبعا خدنا خلال الفتره اللي فاتت 3 مين شابترز، ثلاث فصول اساسيه. شابتر 1 ضغطنا فيه فيرست ديجري ايكويشن، سكند ديجري ايكويشنز، انيكواليتيز، بعدين ايكويشنز انفولفينج ابسولوت فاليو. دول الاربع بوينتس بتوع شابتر 1. شابتر 2 احنا يعني ديفوتد ذس شابتر فور ستريت لاين، ازاي تو سكتش ا ستريت لاين وازاي تو جراب ان ايكويشن فور ا ستريت لاين. الشابتر نمبر 3 اتكلمنا فيه على الديريفاتيف من دي. النهارده انا هراجع الحاجات دي كلها ستيب باي ستيب مع بعض. محدش يخليني انقل من حاجه هو شايف ان هو مش فاهمها او محتاج فيها استفسار. خليكم معايا كده. اول حاجه الشابتر الاولاني ده، وعلى فكره البي دي اف ده موجود على ال ام اس، والمحاضره هنعمل لها اول ما نخلصها هتبقى ريكوردد وبرضه هحطها على اليوتيوب شانل وعلى ال ام اس. اول الشابتر الاولاني انا مفروض ان انا ابقى كيبابل ان انا احل مجموعه المسائل دي. خلي بالك المسائل دي لازم جايه فاينل، يعني جايه في الميد ترم اللي جاي بالتاكيد، واكيد هتبقى موجوده معاك في الفاينل. طبعا لو انا بصيت عليهم كويس لاحظ ان الـ problems A و B both of them are first degree equation in one unknown. لو بصيت على الـ C و D الاحظ ان الاثنين دول هم quadratic equation او second degree equation in one variable. يعني بيظهر عندي x square والمسألة كلها ما فيش فيها variable تاني، هي كلها x بس. لو بصيت على الـ E والـ F ألاقيهم first degree inequalities. لو بصيت على الـ G والـ H هلاقيهم equations involving absolute value وإزاي أتعامل معهم. لاحظوا إن الـ A والـ B والـ C والـ D والـ G والـ H كلهم equations، لكن الـ E والـ F inequalities. الـ inequalities بيظهر فيها less than more than less than or equal whatever الـ signs بتاعة الـ inequalities شكلها عامل إزاي. تعالى نبدا كده. اول حاجه الاي مثلا، لو انا عايز احل المساله دي، طبعا المفترض انا متخيل طبعا متاكد يعني ان المجموعه اللي موجوده كلها بلا استثناء يعني مور ذان كيبابل انه يحل دي بمجرد النظر. طبعا مجرد ما ابص لها العمليه بسيطه خالص، انا بحاول اخلي الفاريبلز ان وان سايد وول ذا نمبرز اون ذا اذر سايد. فكل اللي انا هعمله احنا وي ويل موف فور اكس فروم ذا رايت هاند سايد تو ذا ليفت هاند سايد. علشان to move 4x from right hand side to left hand side we change sign. بعدين same way like the minus 6 we will move it to the other side. بعدي علامة الإيكواليتي يبقى إذن بغير الإشارة بتاعتي. يبقى إذن انزل معايا كده step by step. أهو أول ما أودي ال 4x اليمادي هتبقى minus 4x. لما أخد minus 6 و move it to the other side هتبقى positive 6. 8 و 6 ب 14. 2 minus 4 minus 2 divide both sides على minus 2. أها يبقى هقسم ال left hand side right hand side على minus 2 يبقى x equal to minus 7. فعلا ده متوقع طالما عندي first degree equation، يبقى إذا ال first degree equation بتاعتي دي لازم بيطلع لها value واحدة. فعلا أنا طلعت لي ال x بيساوي minus 7. طيب يا ترى ال x اللي هي بتساوي minus 7 is it a correct solution؟ يب. تعالى جرب كده، شيل الاكس وحط ماينس 7، لازم الليفت هاند سايد يساوي الرايت هاند سايد. لو انا عملت كده ببساطه هلاحظ ان انا عندي اهو، بص كده لو انا حطيت ماينس 7 هيبقى 4 تايمز ماينس 7 بقى ماينس 28. ماينس 28 بلس 8 يبقى ماينس 20. سيم واي لايك اون ذا اذر سايد. لو انا ضربت 2 تايمز ماينس 7 ماينس 14 وماينس 6 هيدي لك ماينس 20، يبقى ليفت هاند سايد بيساوي الرايت هاند سايد، وي ار ان ا بيرفكت شيب. مظبوط. نفس الكلام تاني لو انا جيت على المساله اللي بعديها. اندرو تعرف تحل لي المساله دي بسرعه قوي؟ 7x بلس 2 بيساوي 3x بلس 8؟ اه يا دكتور. قول. هتبقى 7x ماينس 3x ايكوال 2 بلس 8. ايه؟ ايكوال ايه تاني؟ 2 بلس 8 نيجاتيف 2 بلس 8 سوري. ايوه نيجاتيف 2 بلس 8. الستيب اللي بعديها ايه اللي يحصل؟ بس بعدين بقى هننزل نعمل هنقسم.
هجمعهم اصبح 4x بيساوي 6 يبقى اقسم بوث سايدز على 4 وعلى 4 يبقى x بيساوي 1.5 مور ذان بيرفكت. لو انا حبيت تو تشيك السوليوشن بتاعي الامر بسيط قوي, اروح تو ريبليس افري اكس ب 1.5 فور شور هلاقي ليفت هاند سايد ايكوال رايت هاند سايد. تمام. طيب وات اف اني لقيت البوث سايدز ايكوال 0, يعني لقيت 0 بيساوي 0. ده في مساله ثانيه, ده معناه ايه؟ لو ده حصل ده معناه ان انت عندك ان انفاينايت نمبر اوف سوليوشنز. لو انا جيت اعمل اخلي الفاريبلز ان وان سايد والنمبرز ان وان سايد لقيتها 0 ايكوال 0. طيب بعض المسائل, ودي حالات نادره, دول الحالات اللي هي المساله مش مظبوطه يعني. جيت في مساله تانية اجيب الفاريبلز ان سايد ان وان سايد والنمبرز اون ذا اذر سايد, لقيت مثلا على سبيل المثال 0 ايكوال ماينس 7, ده معناه نو سولوشن وان في حاجه مش مظبوطه في الايكويشن بتاعي. طبعا ده كل شيء عن الفيرست ديجري ايكويشنز مور ذان بيرفكت. هل في اي حد له استفسار؟ الامور تمام؟ تمام. كمل معايا كده وانزل. انا دخلت دلوقتي لو بصيت على الايكويشن اللي موجوده قدامي دلوقتي دي x سكوير بلس 5x بلس 4, يعني لو انا واخد بالي دي سكند ديجري ايكويشن. عشان اقدر احلها, طبعا انت معاك الكالكوليتر بتاعك, في بعض الكالكوليترز بتحلها ما عنديش مشكله, بس انا يهمني قوي ان انت تعرف تعمل المانيبيوليشن بتاع الارقام, ده الهدف الاساسي منها. بالاضافه الى ان لما بيبقى عندي سكند ديجري ايكويشن احنا متوقعين وي ار اكسبكتد ذات وي ويل هاف تو روتس, الحل بتاعي هيطلع قيمتين. يعني لو انا جيت احل دي هيطلع لي اكس 1 بيساوي قيمة و x2 بتساوي قيمة. طيب هحلها ازاي؟ بكتب ax سكوير زائد bx زائد c, بطلع ال a اللي هو الكوفيشنت بتاع ال x سكوير, ال b الكوفيشنت اللي قدام ال x, ال c اللي هو النمبر اللي added عندي او الحد المطلق يعني. لما بعمل كده جبت ال a وال b وال c, بروح اكتب اللو بتاعي وريبليس ال b وال a وال c, بيطلع حاجة بالشكل ده. ابدأ جاذر الفاليوز المختلفة. طبعا لا, عشان اقدر ابص على الفاليوز اللي موجودة قدامي اول حاجة هعملها هخلص السكوير, يبقى 5 سكوير ده بوت ب 25, 5 سكوير ده ب 25, 25 هشيل منها 4 times 1 times 4, يعني اذا ده معناها minus 5 positive and negative root بتاع 9. السكوير روت بتاع 9 بيطلع ب 3, مره بالبوزيتيف مره بالنيجاتيف. يبقى اذا لو انا عندي البوزيتيف فاليو هيبقى ده معناه ماينس 2 اوفر 2 ماينس 1, لو عندي النيجاتيف هيبقى ماينس 5 وماينس 3 اللي هم ماينس 8 باي 2 اللي هو ماينس 4. التو فاليوز بتوع الماينس 4 والماينس 1 لو انت عوضت بيهم في الايكويشن دي هتلاقي الليفت هاند بيساوي الرايت هاند. لو انا حبيت اجرب خد ماينس 1 مثلا, ريبليس افري اكس باي ماينس 1, ماينس 1 سكوير 1, 5 times minus 1 ب minus 5, 1 plus 4 ب 5, minus 5 الريزلت ب 0, يبقى احنا مظبوطين. نفس العمليه لو انا استخدمت minus 4 هيطلع برضو نفس الكلام. طبعا بنفس الاسلوب بالظبط لو انا عندي الايكويشن الثانيه اللي هي x square minus 3x minus 4 equal 0, same way like ax square plus bx plus c, هجيب قيمة الـ A يبقى الـ A بيساوي 1, الـ B minus 3, C minus 4, هحافظ اللو بتاعها minus B positive negative square root B square minus 4 C على 2A, replace الـ A والـ B والـ C بالvalues بتاعتي وابدأ جمع الأرقام, هتلاقي 3 positive negative root بتاع 25, مرة 3 plus 5 ومرة 3 minus 5. لما أعمل كده أهو الأرقام بتاعتي وطلعت الإجابة more than perfect. يبقى انا عرفت x1 وعرفت x2, وبرضه same way like لو انا خدت اي value من دول وحاولت ان انا اعمل substitution في المين equation بتاعتي الاقي left hand side بيساوي right hand side. تعال جرب كده, خد 4 مثلا, 4 square 16, بعدين minus 3 times 4 minus 12, minus 12 و minus 4 minus 16, يعني عندي positive 16 minus 16 اللي هو يبقى 0 equal 0 perfect. كده خلصت فيرست ديجري وسكند ديجري, ودول جايين لك في الميد ترم وان شاء الله جايين لك في الفاينل. فلو انتم مذاكرين يعني لو انتم فاهمين ده كويس كده انت معاك في الميد ترم اللي جاي ده 4 درجات دلوقتي. ما هو كل المسائل انت هيجي لك الميد ترم بكره هيبقى 10 مسائل كل مساله بدرجتين, في الفاينل هيبقوا 20 مساله كل مساله بدرجتين, فيبقى كأن معاك 4 درجات دلوقتي و4 درجات في الاخر.
انزل معايا كده بالراحه، عندك ماينس 2x ماينس 4، انا كده بقيت انيكواليتي. الانيكواليتي هي بالظبط الفيرست ديجري، هي دي بالظبط، هي هيها بالظبط، الا في حالتين. لو انا جيت تو ديفايد بوث سايدز اون ا نيجاتيف فاليو، الانيكواليتي العلامه بتنعكس، لو كانت less than تبقى more than، لو كانت more than or equal تنقلب وتبقى less than or equal فقط. طيب كمان معلش يا دكتور اتفضل تاني، معلش الحته دي عشان عادي على طول بتبوظ مني خالص. طيب مش، لا مش هتبوظ ولا حاجه يا اندرو، بص كده اللي هي less than or more than بس اهدى، بس اهدى هحل عليها مساله حالا. بص، هي ال less than وال more than زي الايكوال ساين بالظبط، نفس الكلام نفس التعامل، الا في حاله واحده actual حالتين. الحالة الأولانية لو أنا قسمت الإيكويشن بتاعتي على نيجاتيف فاليو، يعني لو كانت دي إنيكواليتي وأنا قسمت على ماينس 2 البوث سايدز، على طول الإنيكواليتي بتتغير، لو ليس زان تبقى مور زان، لو كانت مور زان تتقلب تبقى ليس زان، مجرد ما تقسم على نيجاتيف. أول ما تعمل ديفيجن باي نيجاتيف فاليو بتنعكس. كمان في، كمان في حركة بس نادرة الحدوث أو إحنا مش هنستخدمها كتير، انك تو جيت ذا ريسبروكال فور بوث سايدز. يعني ايه ريسبروكال؟ ريسبروكال يعني تخلي النومينيتور دينومينيتور فور بوث سايدز. يعني مثلا على سبيل المثال لو انا عندي 1 اوفر اكس less than 1 اوفر 2، بقلب الطرفين، يبقى دي معناها اكس مور ذان 2، اكس اوفر 1 و 2 اوفر 1. تمام، لا هتقلبها، فانت هتقلب، هتبقى ايوه صح زي ما انت قلت كده، يبقى بدل ما كانت less تبقى مور، بس كده. تمام، تعال انزل بقى معايا حل معايا المساله اهي. انا عايز احل الايكويشن اللي قدامي دي، طبعا انا اسف الانيكواليتي، الانيكواليتي اللي قدامي لو انت بصيت همشي فيها زي اكنها فيرست ديجري ايكويشن. اول حاجه سيبريت يور فاريبلز ذن ديفايد، يبقى اذا 3x هتموف فروم ذا رايت هاند سايد تو ذا ليفت هاند سايد، والماينس 4 فروم ذا ليفت هاند سايد تو ذا رايت هاند سايد. اها تمام، يبقى أصبحت 6 plus 4 و3x لما تنقله يبقى minus 3x، gather them up، يبقى إذن ده هيبقى 10 وده هيبقى minus 5. بص أنا هبدأ أقسم أهو both sides على negative value، قسمنا على negative، العلامة إيه اللي حصل لها؟ اتقلبت، اتقلبت. تمام، بدل تمام. ما كان minus 5x less than، لا بقت x more than minus 2. طيب يعني إيه x more than minus 2؟ يعني from minus 2 and up، يعني from minus 2 going to infinity. طبعا لما بعمل كده انا ما عنديش هنا equal sign، يبقى الماينس 2 open والundefined او الانفينيتي لازم يبقى open، لان انا ما اعرفش الفاليو بتاعته بكام. يبقى اذا على طول انا دلوقتي يبقى from minus 2 up to infinity. روعه، اعتقد ان احنا كده اوكي. استنى، مش عارف مين في حد بعت حاجه على الواتساب، عايز اشوف مين في ايه. اه اوكي خلاص، يعني اذا كله كده تمام، ماشي الحال. تمام يا شباب، نفس الموضوع تاني، انزل هتلاقي عندك مساله تانية بنفس السيستم بنفس السيكونس بالظبط. يبقى اذا هرتبها تاني، هيبقى 6x minus 4x less than or equal 6 plus 4. يبقى اذا لو انا عملت كده هيبقى عندي 4x less than or equal to 10، معنى ان هو less than or equal to 10 هقسم both sides، بس المره دي بقسم على positive يا اندرو على 4، فبالتالي ده زي ما هو بس كده خلاص انت. يبقى from minus infinity up to 2.5 تكير ان فيه هنا equal، يبقى اذا هي closed خلاص. يبقى اذا انا شفت لو انا عندي الانيكواليتي، الانيكواليتيز المختلفة نفس الفيلم بالظبط، تمام، بتاع الفيرست ديجري equations مفيش اي اختلاف خالص whatsoever. طيب انزل معايا، انا عايز احل الايكويشن اللي قدامي دي، والايكويشن دي فيها ابسوليوت فاليو، فيها x سكوير بلس 2 ابسوليوت. طيب اعمل دي ازاي ولا احلها ازاي؟ الامر سهل قوي، الفكره كلها ان انا اول ما اشيل العصايتين بتوع الاكس سكوير بلس 2 دول، مره احط الاشاره بوزيتيف ومره احط الاشاره نيجاتيف، يعني احل المساله مرتين، مره بالبوزيتيف ومره بالنيجاتيف. تعالوا معايا كده اهو، يبقى اكس سكوير بلس 2 بيساوي 18، ده مره، والمره الثانيه نفسها بالظبط بس في ماينس. يبقى اذا اكس سكوير بلس 2 ايكوال 18، بعدين نفس الكلام بالظبط اهو، ماينس بتاع اكس سكوير بلس 2 ايكوال 18. ابدا بقى رتب الايكويشن بتاعتك.
هنا ال2 to move from the left hand side to the right hand side. يبقى x square بيساوي 16. معنى ان انا وصلت ان x square بيساوي 16 take a square root for both sides. لما اخد square root للbost sides ده معناه ان الx بيساوي positive or negative 4. روعة. هعيد المسألة تاني. لازم اعيدها تاني. بس المرة دي اللي جوه الابسوليوت بالنيجاتيف. اضرب both sides في negative value او divide both sides على negative 1 عشان يشيل الاشارة دي. يبقى ده معناه ان x square plus 2 equal minus 18 زي ما احنا شايفين. الستيب اللي بعديها move minus 2 from the right hand from the left hand side to the right hand side. يبقى x square بيساوي minus 20 زي ما احنا شايفين. ده مستحيل. اللي انت شايفه قدامك ده مستحيل. ده لا يمكن يحصل. x square لا يمكن تساوي negative value. مستحيل. لا يمكن x سكوير او قيمه سكويرد او اذا كان الباور ده 4 او اذا كان الباور ده 6 او كان اذا كان ايفن باور لو ايفن باور مستحيل يبقى نيجاتيف. هيجي منين؟ يبقى ده معناها ان الرايت هاند الجزء الاولاني اداني بوزيتيف ونيجاتيف 4 لكن ده ما طلعش حلول. لذلك there is no real solution. طب ليه ما كتبتش there is no solution وسكت؟ لان هي دي ملهاش solutions في الريال لاين او في الريال ستيت. لكن ده ممكن لو انا في بعض الـ other numbers او لبعض التخصصات التانية بيدرس complex numbers ويمكن حد فيكم درسها في الهاي سكول او conjugate numbers او الارقام التخيلية بالعربي. فاهمني؟ هنا احنا ما بنستخدمهاش بالنسبة للتخصص بتاعنا في بيزنس. ما بيش معنى للإيماجينري نمبرز يعني أو الكومبلكس نمبرز. لغاية ما نوقف في حد عنده استفسار؟ أرجوكم محدش يتكسف. تمام يا أندرو؟ تمام. دكتور لسه داخلة حالا بس عندي مشكلة. ها؟ الأبسوليوت مش عارفة أو مش عارفة نحل يعني. فلو ممكن ناخد واحدة تانية أو نعيد كده حاجة بسيطة. عينيا. ماشي يا ندى. نفس اللي انا عملته. ايه بتقولي؟ ايه يا ندى اللي قبل كده؟ اوكي طيب المسائل الانيكواليتي ومسائل صوتك بيقطع شويه. الانيكواليتي تمام. طيب خلاص تعالي معايا كده ستيب باي ستيب. انا مش سامعك قوي لان الصوت بيقطع. هو عندي مشكله الاساينمنت ما عرفتش احله. طيب خلاص ان شاء الله مش هيبقى فيه مشكله. تعالي بصي على المساله دي وانت بس حليها معايا. انت بس انزلي معايا كده. انا عايز احل الايكويشن دي. معنى العصايه بتاعت الابسوليوت دي ان السايد ده اكتبه مرتين هحله مرتين. يعني المساله دي هتحليها تو تايمز. اول مره شيلي العلامه بتاعه الابسوليوت واكتبيها زي ما هي بالظبط. يبقى 2x سكوير بلس 1 ايكوال 33. ادي واحده سيبيها. الحل الثاني اللي انت هتحليه مكان الابسوليوت لازم يتحط نيجاتيف. يبقى ده نيجاتيف اهي 2x سكوير بلس 1 ايكوال 33. يبقى فكره الابسوليوت انا بحل المساله كم مره يا ندى؟ مرتين. مره والجزء اللي عليه الابسوليوت زي ما هو بوزيتيف. المره الثانيه نفسه بالظبط بس بحطه قدامه اشاره نيجاتيف. تمام كده؟ تمام. تمام. يلا امشي معايا بقى. اول ما خليتها 2x سكوير بلس 1 بيساوي 33 هنا برغم ان دي سكند ديجري ايكويشن بس انا اقدر احل المساله دي زي ما بحل الفيرست. هعمل سيبريشن اوف فاريبلز. هخلي الفاريبل ان وان سايد والنمبرز اون ذا اذر سايد. اقدر اعمل كده. فببساطه هشيل البوزيتيف 1 دي من الليفت هاند سايد اوديها الرايت هاند سايد. فيبقى 2x سكوير ايكوال 33 ماينس 1 اللي هو ب 32. بعدين divide both sides بالcoefficient اللي قدام الاكس سكوير. يبقى تقسمي both sides ب 2. يبقى اكس سكوير بيساوي 32 divided by 2 يعني اكس سكوير بيساوي 16. الستيب اللي بعديها خدي square root for both sides. يبقى اذا الاكس بيساوي positive or negative 4. done. هرجع بقى على الجنب التاني اكمله. اول خطوه علشان احل الايكويشن اللي انت شايفاها قدامك دي اول خطوه عشان احل الايكويشن اللي موجوده قدامك دي لازم اهرب من النيجاتيف ساين دي. اهرب من النيجاتيف ساين.